لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. مثل العادة بنبلش بغرفة العمليات. خليني رحب بالزميلة من موقع لبنان ديبيت ستيفاني جريس. أهلا وسهلا فيك، أنت رئيسة فترة إخبارية واليوم رح تتشاركي معنا بتوب 5 الأخبار اللي كانت أكثر رواجا عند قراء الموقع عندكم. قد ايه عمرك ستيفاني؟ 22. 22، برافو. وقد ايه صار لك بهالموقع؟ سنة ونص. برافو، كنت تخرجتي ودغري. وقد ايه معدل الأعمار بالموقع؟ في كل الأعمار. عشان هيك بنحسه هيك شبابي. يعطيكم الف عافيه، تحيه لكل زملائك كمان. ارليت، اسبوع موتر ويوم اكثر توترا، شو العنوان اللي رح نعطيها الاسبوع؟ العنوان البارز اليوم كان القرار السعودي بوقف المساعدات المقرره من المملكه لتسليح جيش لبنان عن طريق الجمهوريه الفرنسيه واللي قيمتها 3 مليارات دولار، وبايقاف كمان ما تبقى من المساعده المخصصه لقوى الامن الداخلي واللي قيمتها مليار دولار. دولة الإمارات رحبت بهالقرار، والوزير نهاد المشنوء قبل شوي قال هيدا أول الغيث والآتي أعظم. هيدا اليوم. أما الأسبوع كان غير طابع. اليوم هو كأنه يعني صمت، خلينا دقيقة صمت وبنكفي. إن شاء الله خير، الله يستر. بالنسبة للأسبوع كان الطابع هو الاستحقاق الرئاسي، كان هو محور الحركة السياسية بعد عودة الرئيس الحريري، والأنظار متجهة للجلسة المقررة باثنين أدار لانتخاب رئيس، رغم قول الرئيس نبيه بري اليوم إنه ما في مؤشرات إيجابية لانتخاب رئيس. هذا كله اليوم، خلينا نشوف الأسبوع بدقيقة ونص. الأحد، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري 11 تجمع قيادات 14 آذار. الرئيس سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري في بيروت فجأة، ودعوة للكتل السياسية إلى احترام الديمقراطية والنزول إلى المجلس في 2 آذار لانتخاب رئيس بين المرشحين المعلنين الثلاثة. تفضلوا على مجلس النواب وانتخبوا رئيس. الاثنين، سعد الحريري محور الحركة السياسية في مسعى لانتخاب رئيس للجمهورية. رئيس الحريري ماشي بالتزامه للآخر. وزيارة ليلية إلى الدكتور سمير جعجع في معراب لإزالة أي لبس حول ما سمي بأزمة مسحة لبيال. بين الشيخ سعد وبيننا ما في اعتذارات. فضيحة جديدة في ملف ترحيل النفايات، روسيا تعلن أنها لم تمنح الإذن لنقل النفايات إلى الأراضي الروسية. كن موافقة من السلطات. الثلاثاء، السيد حسن نصر الله في خطابه المنتظر لا إشارة إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية وتركيز على سوريا وإسرائيل والحرائق الإقليمية. ولا لإسرائيل أن تحقق أحلامها وأهدافها. الأربعاء، النائب سليمان فرنجي في بيت الوسط، النهار تقول أنه أبلغ الحريري أنه سيحضر جلسة 2 آذار الرئاسية، وصحيفة الأخبار والجمهورية تقولان أبلغه أنه لن يحضر. والاحترام ولا يوم إلا كان موجود. يعني من الواضح الرئيس الحريري كان محور الحركة السياسية الجمعة، لازم يعني مش جربنا يكون الأسبوع بدقيقة أو نص، مش بس حركة الرئيس الحريري، وإنما هو كان عودته إلى لبنان كانت محور. يعني ما بدنا كتير نوقع بهالفخ، بدنا ننتبه. على كل أحوال اليوم هلا جاي دغري أنت من معراب ربيع، شو الأجواء عند جاي حكيم؟ اليوم كنا بمعراب، كل الوسائل الإعلامية المكتوبة، أنا بمثل جريدة اللواء كنت اليوم، وكان في لقاء خاص مع الإعلاميين، وهذا هو النص اللي بكره حينزل. بكره رح ينزل بجريدة اللواء، مزبوط. شو العنوان؟ هلا نحن اتفقنا انه ما نقول كثير اشياء احتراما لبعض مشان ما نبلش تعرف على الطريقه اللبنانيين دغري بيسربوا، بس اخذت اذن انه اقول هيك بعض العناوين. جعجع يقول اتوقع انتخاب الرئيس بعد 2 أو 3 شهور. هذا موقف كثير لافت كان اليوم، جانا سالناه مره ثانيه انه مين شو عم بتقول؟ قال انه ايه بيتوقع هيك.
يعني ما في شيء بهالجلسة. مين الرئيس؟ هو طبعا بعده مصر على موضوع النائب ميشيل عون بالنسبة له. وطبعا في كتير كان يعني هيك مزح إذا بدك الموضوع مع الرئيس سعد الحريري، كمان في بعض بين مزدوجين تلطيش ولكن لطيف إذا فينا نقول. شو بعد بدك تعرف؟ عيد ميلاد النائب ميشيل عون السنة ما كان عبر تويتر التهنئة، كانت تليفون. النائب وليد جنبلاط كمان قال له شيء. والشيخ سعد تعشى عشاء خفيف. هو شو كان الهدف يعني هيك اجواء او لا هو كان مش على اطعمه، هو يعني حسب ما فهمت من المكتب الاعلامي انه باطار دائما لقاءات مع مختلف الوسائل الاعلاميه، ولكن ما حيجمعوا الصحافي مع التلفزيونات مع الاذاعات، ربما سينظم لكل نوع. هو كيف كان قلت لك كان هيك كان بين المزح او معصب؟ لا كان رايق بين المزح والجد. و عن نفايات قال شيء او مش عرضا سالنا، بس هو بمعراب قال ما في اي روائح ولا في نفايات قريبه، لانه البلديه المجاوره يعني هي بتهتم بهذا الموضوع انه ما يكون في نفايات. موضوع النفايات هو شاغل كل اللبنانيين على كل احوال رودي، بس في قهوه ومجدره وكذا بكره خليهم يقروها. اليوم انتهت المهله اللي انعطت لشركه شانوك البريطانيه، اللي طبعا اعلنت اعتذارها انه ما قدرت تحصل على المستندات اللي كانت مطلوبه منها من الدوله الروسيه. تلقائيا مجلس الانماء والاعمار اعلن انه التغى الاتفاق المبدئي مع الشركه. هلا رجع الحكي عن المطامر، انه الحل البديل هو بيكون المطامر، بظل انه البعض عم بيقول انه هيدي كانت بس مماطله لحتى يقدروا يمرقوا مناقصات كرمال موضوع المحارق. والوزير اكرم شهيب اعلن اعتذاره كمان، وقال انه هو رد الامانه لمجلس الوزراء، يعني رجع الموضوع كله عند مجلس الوزراء. بس في بما انه ما في حل. اول شيء انا ما بعرف ليه المطامر مثلا مرفوضه، انه من الاول يعني كل دول العالم في مطامر، انه بالتحديد بملف النفايات يعني العالم ما عم تقدر في كثير دائما في توب سيكريت اذا بدنا نقوله، اللي هي العالم ما عم تقدر تفهم مزبوط انه شو اللي عم بيصير. كله عم بخبص واكيد بعدهم الحركات يعني البقيه عم بيطالبوا بانه يشغلوا معامل فرز، بما انه في عدد كبير من المعامل اللي واقفه ما عم تشتغل. كان متوقع هيك تنتهي. واصلا الترحيل بده فرز واللزوم تبع الزباله كلها رح تبقى عنا بالارض، يعني رح يروح برا. على كل الاحوال ما في الا ما اتذكر بهالوضع ضيفنا ب 20 تشرين الثاني سنه الماضيه الاستاذ نجيب سعد رئيس تحرير مجله البيئه والتنميه، اللي قال ما في ترحيل، مش ممكن يصير ترحيل لانه هيدا شيء خارج القانون الدولي وخارج المنطق وكثير غالي وكل هالقصص. رح يكون معنا هلا الاستاذ سعد باتصال. مساء الخير. مساء الخير دكتور، اهلا. ب 20 تشرين الثاني قلنا ان شاء الله تكون هيك يعني فكره مش مضبوطه، بس اليوم يعني بدنا نقول لك كان معك حق. انا بالفعل بعترف بشيء، يعني بما انه بيشتغل بموضوع البيئه وموضوع البيئه مساله سيئه ببلدنا، كثير مرات بفضل انا يطلع ما معي حق والبلد يطلع معه حق، افضل اذا شخص كان غلطان والبلد كان على حق. بالحقيقه كل يلي حكينا فيه قبل ثلاث شهور ببرنامجك ما كنت متصور انه نوصل للي وصلنا له اليوم. لا. يعني كنت متصور يصير مشاكل، ولكن تطلع هالفضيحه بهالشكل المدوي ما كنت متصور لهالدرجه. هي نحن كلنا عم ما حدا لا احد يستطيع ان يقول لو كنت اعلم. انا اتحدى الجميع واقول من برنامجك قدمت الاوراق والوثائق لجميع المسؤولين بالبلد شخصيا، وكانوا كلهم عارفين لوين رح نوصل. نعم، هل يعني هل كنا عم نحكي عن فضيحه، بس شو الفضيحه بالضبط؟ الفضيحه ما ياتي انه هذا الملف لم يتم التعاطي فيه بطريقه شفافه. الحق عمي. اولا انهاء خيار المطامر كان غلط، لانه لما قلنا للناس بدنا نعمل عندكم مطامر اذا كان بعكار او بالبقاع كانت غلط، كان صار حمله كبيره على مطمر النعمه اللي هو صحيح وصل لطاقته الاستيعابيه قصوى، ولكن هو افضل مطمر بالشرق الاوسط. خوفنا الناس من المطامر، قلنا لهم هيدي امراض وحشرات وجراثيم. كيف انت لما بتخوف الناس من افضل مطمر بدك تقول له بدي ارمي النفايات عندك بالباع وعكار؟ فاذا صار في حمله
يمكن كان هدفها الوصول الى خيار واحد هو التصدير، خوفنا الناس من المطامد. نعم. الثاني لما اتخذ خيار التصدير لم يتم التعامل معه بالطرق القانونية، تم بالسر، والسر دائما الهدف منه بيكون في شيء غلط بدنا نخبيه عن الناس. نعم. ومزبوط ومزبوط انه عرضا تم اكتشاف انه روسيا تقول بانها لن تستقبل نفايات لبنان، عرضا تم اكتشاف الخبر. انا بدي اكشف على برنامجك، بدي اكشف على برنامجك شغلي وبحب كثير نركز عليها، وهالمره يعني رح اشلح القفازات واخبر الحقيقه بهالموضوع. انا كلبناني اكيد عندي مصلحه انه البلد ما يفلس، فصار في تصريحات من مسؤولين كبار انه يلي عملوا هالقضيه هيدي عندهم مصالح خاصه. انا بعترف عندي مصلحه خاصه بالحفاظ على بلدي. رح اكشف سر. يوم الاثنين الماضي اجينا خبر، لانه عندي شخص مكلف فقط بمتابعه ملف النفايات، شاف انه في اقليم بروسيا رفض النفايات تفوت لعنده، ارسل لي هالخبر. قلت له بس بلاقوا محل تاني. فعم نتباحث بالموضوع، فكرنا بشغلي، حطيت على الانترنت، وانت بتحب الانترنت، حطيت رشا ويست لبنان وترجمتها للروسي وعملنا جوجل سيرش عليها. هيدي كانت يوم الاثنين الماضي الساعة 9 مساء، واكتشفنا الكنز. طلع عنا خبر بالروسي طالع قبل 10 دقائق الساعة 8:39 دقيقة عن قصة النفايات. هالخبر هيدا ترجمناه للإنجليزي بعدين للعربي. أنت شفت شيء يعني أنت شفت نص بالروسي حطيته جوجل ترانسليت. طبعا. فإذا هاللي عم نحكي عن مؤامرات، مجرد لو كان عندهم دقة بالعمل كانوا يحطوا فريق عندهم يبحث عن هالأمور هيدي، والدبلوماسيين كانوا يفتشوا هل صحيح في موافقات او لا. فاذا لحد اليوم خبر تاس الوكاله الرسميه لم ينشر على تاس الا بالروسي الى اليوم. فلو لم ناخذ المبادره ونترجم هذا الخبر الى العربيه ما كان صار شيء، كان بعده العقد الفاسد ماشي. طيب هي الشركه مين؟ شو بنعرف عنها هالشركه؟ انا مش رح ادخل بها الشركه، بس بدي اقول لك شيء بسيط. يعني نحن مش جماعة استقصاء بهالموضوع. الشركة هذه مسجلة ببريطانيا باسم شينوك أربان ماينينج ليميتد، ولكن هي دخلت بلبنان باسم ثاني، هو شينوك أربان ماينينج انترناشونال. اللي بيعرفوا بالشركات وبهالمواضيع بيعرفوا تغيير الأسماء هي للتهرب من الضرائب بمناطق معينة ومن الالتزامات القانونية. بعطيك مثل، ببريطانيا الشركة اللي بدها تتعاطى بتصدير النفايات ونقلها بدها لايسنس مخصصة بهالموضوع، الشركة هذه ما عندها لايسنس. فإذا لابد من انه شينوك أربان ماينينج انترناشونال مسجلة ببلد ثاني غير بريطانيا. هل المسؤولين عن الملف بلبنان تابعوا هالموضوع؟ فأنا لوم الجميع وخاصة طيب شو مصرين انه كل شيء كان مضبوط. طيب شو رأيك بانسحاب الوزير اكرم شهيب من الموضوع؟ الشيء الطبيعي هذا انه يصير، الشيء الطبيعي انه يصير، ولكن الانسحاب لا يجوز ان يعني عدم السؤال لماذا وصلنا الى هنا ولماذا تمت ادارة الموضوع على هذا الشكل. نعم، شكرا لك استاذ صعب. خلينا ننتقل لموقع لبنان ديبيت. ستيفاني، جمهوركم مهتم بموضوع النفايات او مش بالأولوية المتابعة؟ بس اكيد في احداث تانية كانت اهم طاغية اكتر. نعم. مثل اكيد عودة الرئيس سعد الحريري لبيروت وخطاب البيال، وطبعا ردود الفعل والتحليلات اللي لحقت هيدا الشيء من مواقف من جمهور القوات، من مناصرين تيار المستقبل، وكل شيء كان عن كل الجمعة كان هو حدث الاسبوع. نعم. فينا نحكي، خلينا نحكي بالاكثر متابعه، منبلش بالتنين. كان جمهور عنوان المقال كان جمهور القوات ينتفض بعد الاساءه لجعجع. هيدا الخبر كان بمثابه رصد لردود الفعل من مناصرين القوات على حديث رئيس سعد. وانتم تابعتوا على السوشيال ميديا شو عم بيصير وحطيتوا؟ كنا عم نتابع الكل، وتابعنا حتى الاشخاص القياديه اللي كانت تغريداتهم عاليه السقف،
وكان هيدا طب الخبر. فهمتوا اذا هيدا كان شيء عفوي او شيء منظم؟ لا الارجح كان اكيد عفوي لانه كانت ردود فعل على الحديث تحليل، بعدين يعني كل شخص كان عم يحلل موقفه وكتب رايه على تويتر فيسبوك سوشيال ميديا، نحن اخذناهم رصدناهم وبعدين تبين انه صارت القصه غير بعد ما زار رئيس سعد معرض. نعم الثلاثه كان عندنا قصه اكيد الجريمه للاسف اللي صارت بالاشرفيه اللي ذكرت العالم بقصه جريمه الريف رجل نعم. الريف كانت هذه الاكثر قراءه للاسف. نعم الاربعه كان عندنا هذا انا جورج نادر مذكرات العميد جورج نادر هكذا افشل السوريون احتلال جيش للمجلس الحربي مزبوط. هالنوع من المواضيع عم تلاقوا انه بعدها عن قراءة عم تجذب كثير قراء خصوصا مقالات العميد لانه العالم عم تقرا تقريبا عم بيخبرهم شو كان يصير قبل تفاصيل مثلا الحرب كيف كانت تصير قصص كثير بحبوا العالم يقروها وكثير عم تاخذ تفاعل نعم الخميس هذا ما حصل في بكفية صباح اليوم صار بلبلة على قصة العالم فكرت في خطف ما عرفوا مين الأشخاص ولا عرفوا مين اللي عم يعمل هيدا الشيء بعدين قدرنا نحن نعرف انه هيدا اللي صار هي نوع من عملية أمنية عم بيقوموا فيها الأمن العام معلومات أمن العام بيكونوا بلباس مدني وكانت القصة كان في معلومات عن سورية أو ما كتير تحدد هويتهم بعد فيهم بدهم يوقفون وقفون بطريقة شوي خلت العالم تفكر انه في عملية خطف نعم هذا ما حصل في بكفية صباح اليوم الخميس والجمعة هل هي الفرصة الأخيرة؟ هي النصايح اللي تلقاها كل من العماد عون ونايب فرنجية بكرمال جلسة 2 أدار نعم كانت بمثابة للعماد عون مثل رسالة واضحة نقلها الأستاذ ملحم الرياشي خلال زيارته لإله إنه يقدروا يجمعوا قد ما فيهم الرصيد الكافي كرمال يأمن أصوات تتم الجلسة لأنه في حال ما صار هيدا الشيء ممكن المستجدات الإقليمية والمحلية تخلي هالشيء مستحيل نعم اما رسالة نايب فرنجية كانت رسالة انه الرئيس سعد الحريري حيضغط كل ضغطه كرمال انه يجرب يتم هيدا الشيء تصير القصة بقلب الجلسة في حال فشلت حيضطر انه يفكر بمرشحين يتفاوض معهم وواحد منهم جنرال عون نعم اجتماع هلا بين الرئيس الحريري والوزير السابق النائب وليد جملاط بكليمونسو قبل ما نكفي شكرا لك ستيفاني قبل ما نكفي خليني يعني اختنم هذه المناسبه واشكركم على مجهودكم الرائع بالحلقه الماضيه نشرات 14 شباط كانت فعلا حدث الأسبوع بنظري يعطيكم ألف 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 عافية شكرا يعني كانت على مستوى وقدر المناسبة جمعة الماضي كنا كتير جديين حطينا النشرات خلينا شوي هلأ هيك نضحك ونشوف التحضيرات أسعد الله مساءكم أسعد الله مساءكم مساء الخير مساء الخير وقف انا ما حسيت فكرته ما فتح علي اول ما فتح اسعد الله مساءكم بحمل ورقه ولا بلا الورقه فاضي ام هيك ايه واقع شيء بينما تعرض سينما روكسي فيلم زوجة في إجابة صوت كتير عالي بس ما لانه انا ما عم شوف مزبوط هلا بالعوينات مزبوط قريتها ولا لا؟ يلا خلي لا وين رايحة بس ايه خليك هيك على شاشة التليفون لا لا هون طلب في عيدة ما بدي يبينوا هول بعيدة كادر رحاني لشعرات منير فقرة ولا فقرة؟ حلوين مش مصورين كتير ايه صورتوا يوم او يومين لانه صورنا يوم بس يوم سبيل يعطيك العافية مين هيك أكثر شيء عبالك تشكره؟
عبالي اشكر. انا جمعة الماضي شكرت يعني كثير عالم، بس كمان هيك حاسس عبالي نشكر الكل طبعا، يعني كل الناس اللي شاركوا. اي في في اهم كمان في الميك اب رغدة حسنين، شعر هير دريسر في عنا مروان مكاري وجيمي مرعي وسامر بريتا. بدي يعني خليني بس لاعطي كل واحد حقه. سيبال حداد اهتمت باللوك وباللوك المذيعين وبالجرافيكس وبالموسيقى المستخدمه بكل عقد. بشارة عطلة طبعا بالملابس، ميشيل جبيلي، رودي اتات وارلات كانوا بالاعداد والبحث والنص تبع النشره، زين العمر الاشقر التنفيذ بشكل عام والبحث بالارشيف الصور، وكارول غلام نظرت عليهم الانتاج العام البروديوسر العام. حلوه كانت التجربه. انا نظرت حلوه كانت، مبسوطين فيها يعني؟ ايه كانت حلوه، كانت اندر ستريس بس كانت حلوه. عن جد انت هذا سبال اكبر شيء بتعمليه لحد هلا معنا يعني؟ هذا كان الانتاج الكبير. ببلد وسيره. شو كان تشالنج كثير حلو يعني، كان عندنا يمكن شوي وقت ضيق نقدر نعمل هذا الشيء وقدرنا نعمله، فات واز جريت. بس كارول كانت عم تركض يعني، مش عم تنظر ابدا. بما انه عم ننظر ما بقى عندنا وقت نكفي غرفه العمليات. في حبيب قلبك اميل اذا بدك ترحب فيه قبل ما ننقل. اميل وينه؟ اميل جيبوا لي اميل. اميل اميل ابو ديوان، مساء الخير الاصلي مش التقليد. كيفك؟ امبارح حضرت من نوجر. ايه اكيد حضرتك. شو رايك؟ حسيت بالحرج؟ مزعوج؟ بدك توقف؟ لا اكيد لا. اول شيء ميرسي لانه حكيوا عنا، ولا كانوا على الطاوله اكيد بهمني رايي. بس ما حسيت انك محروج او مزعوج او لانه كانوا سائلين هن. ايه انه هاي السيستم البروجرام. وهلا انت سائل. مش سائل يعني، كثير الدم. هلا انت المشكله انه انت كمان سائل. إيه؟ يعني ما فينا نلومه لانه سائلين، لانه انت سائل. هلا عم فكر بركي انت لازم تخفف شوي سائله. تخفف شوي؟ ايه يعني هيك، لانه انت بعدك طالب وبعدك صغير يعني. هيك بركي بتكون اقل فظاظه يعني. فكر فيها. او لا؟ لا انا بفكر انه ما بعرف، يمكن لا. طيب اليوم عندنا ديمو تاني بدك تعمل لنا اياه، بس ما في وقت. بركي عبالي ركز على هاي الفقره لانه اليوم لازم نقرر اذا بدنا نكفي فيها او ما بدك تكفي فيها. انا كنت يعني بدي اعرف اذا انت مزعوج او لا، يعني نكفي او ما نكفي، لانه نحن يعني معرضين لاي نوع من النقد. مزبوط. اذا انت جاهز نحن جاهزين، اذا انت مش جاهز وبتقول خلص يعني ما بدي وجعه راس، خاصه انه اميل يعني انت والي زملاء بالانديو، ما بدي نعمل اي نوع من الحساسيات، بنكفي. بنكفي. طيب. وكرمال انديو. طيب رح نحكي مطولا بهذا الموضوع اليوم، ناخذ قرار. هلا هون على الطاوله مش كثير عجبهم كلهم نعمل هذا الشيء، بس نحن بدنا نكفي. اخر الفقره حضر حالك، تعملنا الديمو، نعمل له التقييم مباشره على الهواء بغرفه العمليات، ويا بنمشي فيه يا ما بنمشي فيه. اوكي. استراحه وبنرجع وبعد الفاصل التفاصيل الكامله للجريمه اللي هزت الاشرفيه الثلاثة الماضي. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80.